تشهد مملكة البحرين منذ يوم أمس هبوب رياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 عقدة محملة بالأتربة في بعض المناطق. وقد حذرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من رياح شديدة السرعة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال الأستاذ أحمد الحجي رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية إن هذه الحالة بدأت بالانحسار التدريجي، إلا أنها مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل. في مثل هذه الفترة من السنة يتشكل منخفض الهند الموسمي بفعل حرارة الشمس، فينتج عنه هبوب رياح شمالية غربية شديدة السرعة وتعرف محليا وخليجيا برياح البارح أو البوارح. ونظرا لقلة الأمطار هذه السنة ساهمت في تشكل العواصف الترابية مثل ما شاهدناها ليلة أمس، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في مطار البحرين الدولي. توقعاتنا للفرص لتشكل موجات ترابية وارد هذا اليوم طبعا بالفعل مثل ما ذكرت، كما نشاهد في صور الأقمار حاليا بدأت موجة أخرى تشكل قد تكون أقل حدة طبعا من اللي سبقتها أمس، ومن المرجح أن تستمر فرص تشكل الغبار والأتربة المثارة إلى يوم الأحد، ثم تبدأ الرياح بالانخفاض التدريجي بدءا من يوم الأثنين.